السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني الزراعي، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في بيتنا مدرسة، مع حضراتكم الدكتورة نشوى سمير، معلم خبير وزارة التربية والتعليم التعليم الزراعي. إن شاء الله النهاردة حلقتنا هتكون حلقة خاصة بالتعليم الزراعي للصف الأول. الناس اللي داخلة كلها دلوقتي تعليم زراعي في الصف الأول، إن شاء الله هنعرف ايه المقرر بتاع الصناعات الزراعية، ايه هي اهدافه، وهنعرف عدد الوحدات اللي فيه قد ايه، اللي هي عبارة عن 6 وحدات. هناخد كل وحدة من الوحدات هنعرف اهدافها ايه، الاسم بتاعها ايه، والهدف من الوحدة ايه، وهنعرف التدريبات العملية اللي المفروض الطالب يقوم بيها في هذه الوحدة علشان خاطر يبقى عنده نوع من انواع التقنية المهارية اللي هو يقدر يصنع الحاجات الخاصة بالمنهج. بتاخد 3 الابواب الاولانيه اللي هي الوحده الاولى والوحده الثانيه والوحده الثالثه، دي في الترم الاولاني وبيبتدي يتم امتحان عليها، وبعد كده بتاخد 3 وحدات الثانيه في الترم الثاني. الماده بتاعت سنه اولى ماده شيقه جدا لانها بتجمع معظم الصناعات الغذائيه اللي هي يعني هتديك ما شاء الله، هتديك نوع من انواع المعرفه والمهاره اللي انت ممكن بعد كده تدخل على سنة تانية تبتدي تتخصص قسم الصناعات الغذائية، هتاخد جزء كبير من اللي انت خدته في سنة أولى، بس هتاخده بإيه؟ هتاخده بنوع من أنواع الاستفاضة أكتر والتركيز أكتر. يبقى إذن مادة الصناعات الزراعية اللي هتاخدها دي هتشمل حاجات كتيرة جدا في الصناعات الغذائية. لما بتيجي بقى تتخصص الصناعات الغذائية تبتدي تاخد حاجات من هذه المنهج، احنا بنأهلك أو بنديك البنية الأساسية اللي هتبني بها التخصص بتاع الصناعات الغذائية. وانت عارف ان الصناعات الغذائيه دي صناعه، تخصص الصناعات الغذائيه دي ده تخصص جميل وتخصص حيوي جدا. طبعا معظم الطلبه اللي بيدخلوا قسم الصناعات الغذائيه بيعرفوا يعملوا المشاريع الصغيره وبيعرفوا يدخلوا في المصانع. في طلبه كتير اشتغلت في مصانع العصائر، واشتغلت في مصانع المخللات، واشتغلت في مصانع المخبوزات، واشتغلت في مصانع اللحوم، ونتيجه خبرتهم اللي خدوها الخبره من المدرسه ابتدت الكلام ده ما يبقاش فيه اي غربه خالص فيهم. بالاضافه ان احنا طبعا بنعمل تدريبات عمليه لهؤلاء الطلبه في المصانع، لما بيكون في صناعات بنعجز ان احنا نوفرها في المدرسه او نصنعها في المدرسه او المعمل، بنبتدي نروح زيارات ميدانيه لهذه المصانع، حتى ان الطالب بيبقى عنده وهو بيقرا الدرس يبقى فاهم بالظبط الكلام بيتكلم عن ايه. هنشوف كده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي المنهج اللي هو اسمه الصناعات الزراعيه. الصناعات الزراعيه للصف الاول هتبص تلاقيه اول حاجه الاهداف العامه للمقرر. اول حاجه اكساب الطالب قدرا من المعرفه فيه. طب ايه هي؟ الاهميه الاقتصاديه للصناعات الغذائيه، والاهميه الحيويه للغذاء واحتياجات الجسم الغذاء من الاغذيه المختلفه. في برضه حاجات هنعرفها، استخدام المحاليل المختلفة والأجهزة المستخدمة لقياس التركيزات، دي من ضمن الحاجات اللي احنا هنعرفها في هذه الوحدة. برضو تمييز مظاهر فساد الأغذية ومسبباتها، ده في ضمن المنهج كله، ده كل دي الأهداف العامة للمنهج. طيب الخطوات العامة لإعداد الخامات الزراعية لعمليات التصنيع، كل ده أهداف الوحدة كلها أو أهداف المنهج ككل. طيب أهم الاعتبارات الواجب مراعاتها عند إنشاء مصانع الأغذية، دي برضو هدف من أهداف المنهج. والطرق العامة لحفظ الأغذية، دي هناخد فيها حاجات حلوة قوي. وإكساب الطالب المهارات فيه، إيه بقى هنكسب الطالب المهارة في إيه؟ أول حاجة تشغيل وصيانة الأجهزة المستخدمة في التصنيع الغذائي، تحضير المحاليل المختلفة والقياسات الأيدرومترية والريفراكتومترية، التعرف على أنواع الفساد ومسبباتها، إعداد وتجهيز الخامات الزراعية للتصنيع واستلام من غسيل وفرز. طيب كل دي الأهداف المهارية والأهداف المعرفية. طب نيجي ناخد بقى الوحدة الأولى كده وباستفاضة بقى شوية. أول الوحدة هنقولها إيه؟ مقدمة عن الصناعات الزراعية وأهمية الصناعات الزراعية في حياة الإنسان
وإكسام الطالب اهتمام الدولة بالتصنيع الغذائي. وإكسام الطالب يعني إيه صناعات زراعية، ويعني إيه أقسامها، ويعني إيه تاريخها. طب نتكلم مع بعض كده شوية. طبعا من أهم الحاجات اللي المفروض الطالب هيعرفها إيه هي الصناعات الزراعية. صناعات الزراعية يعني إيه معناها؟ يعني أنت بتحول المادة الخام لمنتج، المنتج ده صالح للاستهلاك الآدمي. وبرضه هيعرف الطالب إيه هي أقسام الصناعات الزراعية. الأقسام اللي هي صناعات زراعية قديمة وصناعات زراعية حديثة. الصناعات الزراعية القديمة زي إيه؟ زي عمليات التجفيف الشمسي وعمليات التدخين، كل دي اسمها صناعات زراعية قديمة. وفي صناعات زراعية حديثة، صناعات الزراعية الحديثة زي عمليات التجميد والتبريد، كل دي اسمها صناعات زراعية حديثة. برضو أقسام الصناعات الزراعية في عندنا صناعات غذائية وفي صناعات غير غذائية. طيب الصناعات الغير غذائية يعني إيه؟ صناعات زي صناعة الصابون، صناعة زيوت الطلاق، صناعة العطور، كل دي اسمها صناعات غير غذائية. طب الصناعات الغذائية تشمل حاجات كتيرة جدا، في منها صناعات قايمة على منتجات اللحوم، زي عندك صناعة التمليح وصناعة السردين وصناعة التونة، كل دي اسمها صناعات غذائية. في صناعات قايمة على محاصيل الحقل، زي عندك ايه؟ زي صناعة قصب السكر وصناعة بنجر السكر، كل دي اسمها صناعات غذائية. في عندك صناعات قائمة على الألبان، زي صناعة ايه؟ زي الزبادي وأنواع الجبن المختلفة. في صناعات قائمة على الفاكهة والخضر، زي عندك صناعة المارميلاد وصناعة الجيلي، كل دي صناعات اسمها الصناعات الغذائية. برضو هنتكلم في الوحدة دي هتاخد ايه هي العلوم المرتبطة بعلم الصناعات الغذائية او الصناعات الزراعية، علم الكيمياء، علم الفيزياء، علم الرياضة، كل معظم العلوم بتخدم هذه الصناعة. برضو هتاخد ايه اسباب انتشار الصناعات الزراعية، خروج المرأة للعمل، كل الكلام ده هتاخده ايه اسبابها، ايه اسباب انتشارها، وازاي الدولة، ازاي الدولة بتحاول تهتم بالصناعات الزراعية والغذائية، بتعمل ايه، بتعمل ايه، بتزود زيادة المساحة الارض المنزرعة، بتعمل ايه، بتعمل عملية احلال وتجديد الاجهزة بتاعت القديمة في المصانع الغذائية بالجديد، بتعمل بتدرب العمال، بتديهم دورات تدريبية، بتسهل وسائل المواصلات، بكل الكلام ده هتاخده برضو ازاي ايه هي دور الدولة. الكلام ده هيتم من خلال الوحدة الاولى. برضو من ضمن الحاجات هتاخد التدريبات العملية اللي هتاخدها، وده اللي يهمني قوي. اول حاجة هتاخدها التعرف على معمل الصناعات ونظام العمل به. الطالب طبعا لسه جاي من الاعدادية، جاي على مادة المدرسة الفنية الزراعية، نظام ال3 سنوات. بيبتدي لما يدخل قسم الصناعات بنبتدي اعرفه على المعمل، ببتدي اعرفه المعمل فين وموقعه ايه، وابتدي اعرفه الاجهزه والادوات اللي موجوده في المعمل، وابتدي اعرفه امشيه كده بحيث ان هو يعرف الشروط الصحيه اللي موجوده في المعمل ايه، وايه هي الادوات اللي موجوده في هذا المعمل، بحيث ان هو يبتدي لما يبتدي يشتغل معايا ما يشعرش بنوع من انواع الغربه داخل معمل الصناعات الغذائيه. طيب برضو هنعرفه على بعض الأجهزة والأدوات المعملية، زي ما احنا شايفين في الصورة كده، في اللي هو الجهاز الريفراكتوميتر. جهاز الريفراكتوميتر ده هيتم الدراسة كويس عليه، وهيبتدي حتى يرسمه علشان ده يعرف يقيس بيه التركيز أو تركيز المواد الصلبة. عندك هيعرف بعض الأدوات اللي موجودة في المعمل، عندك أنواع المخابير المدرجة المختلفة، يعرف يشوف شكلها عامل إزاي، يعرف يعني إيه ميزان حساس زي موجود في الصورة، ويعني ايه الميزان التاني اللي هو بالمؤشر، وامتى بيستدي يستخدم كل واحد منهم. برضو من ضمن الحاجات هيعرف الاشتراطات الصحية وحفظ وصيانة الأجهزة، ازاي يرمي الفضلات والقمامة فين، وازاي يعمل عملية ما يلاقي اي عيب في المعمل، ازاي هو يعرف العيب ده ايه سببه، وازاي يقدر يصلحه لو كان امكن. الكلام ده هياخد فيه كورس كامل. طب الوحدة التانية، ودي بعتبرها من أهم الوحدات، إيه هي؟ أول حاجة المحاليل السكرية والملحية وأهميتها في الصناعات الغذائية. هقولها كله على بعضه وبعد كده هنتكلم بشيء من التفصيل. أهداف الوحدة إيه هي؟ معرفة كيفية تكوين المحاليل بأنواعها، دي أول حاجة. طب هنتكلم كده مع بعض شوية برضو عن
الصناعات الغذائية خصوصا في المحاليل. طبعا انت في الصناعات الغذائية، اهم صناعة في الصناعات الغذائية اللي بتقوم عليها صناعات كتيرة جدا هي صناعة المحاليل. هتعرف يعني ايه كلمة محلول، تعرف يعني ايه محلول سكري، يعني ايه محلول ملحي، يعني ايه مذاب ويعني ايه مذيب، وتعرف ازاي تصنع محلول ملحي او سكري بتركيز معلوم. طب انا ليه بهتم بالموضوع ده بالذات؟ لان المحاليل دي بتقوم في صناعات كتيرة جدا. اهم صناعات في المحاليل عندك في صناعة التعليب. التعليب ايه؟ ما بتيجي تعلب خضر او فاكهة، مش بتحط معاها محاليل، اما محاليل سكرية او محاليل ملحية. دي ليها فايدة، بتساعد على انتقال درجة الحرارة، بتساعد على ان اللون بيبقى كويس، بتساعد على حفظ المادة الغذائية بالداخل ما تحترقش. كل دي اسمها في صناعة التعليب. بنستخدم المحاليل في صناعة التجفيف. ازاي؟ انا دلوقتي في بعض انواع المواد الغذائية لما باجي اعمل لها عملية تجفيف شمسي بيتغير لونها، بتبقى لون اسود. طب بنقحها في بعض انواع المحاليل زي محلول ميتا كبريتات صوديوم اللي بيحافظ لك على اللون، بيخلي اللون ما يبقاش بني، يختزل اللون، تبتدي تعمل عملية التجفيف تلاقي لون الحاجة فاتح معاك، ده محاليل. برضو بتستخدم المحاليل السكرية والملحية برضو في عملية التغسيل أثناء عملية التجفيف. بتستخدم في التخليل. عملية التخليل دي عملية قايمة على صناعة المحاليل. انت لو ما كنتش بتعرف تعمل محلول ملحي معلوم التركيز صحيح ما تعرفش تخلي. العيوب كلها اللي بتنتج في المخللات، ساعات المخلل يقول لك مخلل مكرمش، مخلل فيه عملية هاري، مخلل عليه طبقة ريم، يبقى معنى كده ان في فساد في المخللات، سببه المحلول الملحي اللي انت محضره. انت ما حضرتش المحلول الملحي بطريقة صحيحة وبتركيز صحيح. احنا هنعرفك بقى ازاي هتعرف تحضر محلول ملحي ومحلول سكري معلوم التركيز، وايه هي الخطوات المستخدمة، وهتعرف ازاي ان انت تقيس تركيز هذا المحلول. يعني انت دلوقتي لما اقول لك عايزه محلول ملحي معلوم التركيز تركيزه كذا، انت يا اما هتعملها بحاجه اسمها مربع بيرسون، وهنشرح لك ازاي مربع بيرسون من خلاله تعرف تحسب التركيز بتاع المحلول ده كام، وبالتالي تعرف تشوف اوزانك صح عشان تعمل المحاليل بتاعتك. وهنوريك كمان ازاي هتستخدم حاجة اسمها الايدرومترات، الايدرومترات عشان تقيس تركيز هذه المحاليل. هتاخد انواع كتيرة من الايدرومترات، هي مش كتيرة قوي. ايه الايدرومترات اللي بتقيس المحاليل السكرية واسمها ايه؟ زي بالينج وبيركس، ده هتشوف شكلهم عامل ازاي. وازاي في ايدرومترات بتقيس تركيز المحاليل الملحية زي البومي وزي السالوميتر. وهنعرف احنا ازاي لما ما يكونش متوفر عندنا الايدروميتر اللي بيقيس المحلول المعين، ازاي هنعمل عملية تحويل بعلاقة رياضية ان احنا نحول القرايات لبعضها البعض. الكلام ده لازم يتعمل صح علشان لما بتيجي تعمل عملية تخليل او تصنع مربات تبتدي، او تصنع شربات طبيعي، شراب طبيعي او شراب صناعي، تبتدي تقيس التركيز بتاعك، وبالتالي انت ما تتعرضش لاي نوع من انواع الفساد او تدهور للماده الغذائيه اللي انت بتصنعها. الكلام ده كله قايم على القياسات. ازاي ان انت وانت تعمل عمليه تخليل ازاي تاخد عينه من المحلول الملحي وتبتدي تقيس تركيزه، وازاي تبتدي بتركيز ايه وتنتهي بتركيز ايه؟ الكلام ده كله هيبقى شغل عملي، وشغل عملي شيق وجميل جدا، والطالب بيعرفه كويس جدا. برضو من ضمن الاجهزه اللي انت هتستخدمها الريفراكتوميتر. الريفراكتوميتر ده هنستخدمه لقياس نسبه المواد الصلبه اللي موجوده ايه؟ موجوده في العصير. عندك عصير عايز تشوف نسبه المواد الصلبه في ايه بواسطه الريفراكتوميتر ممكن. عندك انت صنعت مربى عايز تعرف تركيزها مظبوط ولا لا، تبتدي تحطها في الريفراكتوميتر اللي هو في المنشور الزجاجي اللي انت هتاخده بالتفصيل، وهتعرف ايه هي انواع الريفراكتوميتر اللي عندك، وتعرف ازاي تفتح الريفراكتوميتر، وازاي تحط العينه، وازاي تقفل المنشور، وازاي تبص عشان تشوف تركيز المربى كام. الكلام ده كله هتاخده ان شاء الله معانا في الصناعات الزراعيه. برضو شروط المحلول الجيد وشروط الملح الجيد المستخدم في الصناعات الغذائية، شروط الماء المستخدمة في عمل المحاليل، كل دي حاجات لازم هتاخد بالك منها.
يعني الكلام ده انا بقوله هناخده كمان شويه، علشان خاطر كل ما انت اهتميت بهذا الكلام كل ما كان عندك المنتج اللي عندك هيبقى الجوده بتاعته ممتازه. طب تعال نشوف كده ايه تاني هتاخده. انواع الايدرومترات المختلفه في القياس، زي ما انت شايفين كده انواع الايدرومترات عندك، في البالينج وفي عندك البومي، في عندك ايدرومتر البالينج بيبقى التدريج بتاعه من 0 ل 70، بتدي النسبه المئويه للمحلول السكر مباشره. في برضو البيركس نفس الحكايه بيقيس تركيز السكر. طب برضو اكساب الطالب مهاره استخدام المحاليل في الصناعات الغذائيه، بستخدم زي ما انا قلت من قيمه شويه المحاليل في صناعه التعليم، بستخدمه في صناعة التجفيف زي ما قلت، بيستخدموا في صناعة التجميد لما تيجي تجمد، ممكن لو جمدت فاكهة ممكن تحطها في محلول سكري وتجمد عشان تحافظ لك على اللون والقوام، برضو في صناعة التخليل، برضو في صناعة الشراب والجيلي والمرميلاد، كل دي مهارات دي استخدام المحاليل في الصناعات الغذائية بستخدمها ليه. برضو اكساب الطالب الطرق المختلفه لتحضير المحاليل زي ما انا قلت لكم من قيمه شويه، في عندك اهو جهاز الريفراكتوميتر اللي هتقيس بيه تركيز المواد الصلبه الدايبه، وفي عندك شكل المخبار المدرج اللي هتاخد العينه منه علشان تقيس تركيز المحاليل السكريه والملحيه، وفي عندك نوعين برضو من انواع هتاخد ترمومترات المختلفه اللي هو الترمومتر المئوي والترمومتر الفهرنهايتي، وتعرف ان 100 درجة مئوي بتساوي 212 درجة فهرنهايتي، وإن الصفر المئوي بيساوي 32 درجة فهرنهايتي، وهتاخد التحويلات المختلفة إزاي تحول درجة مئوية لفهرنهايتية. التدريبات العملية اللي هتاخدها، أول حاجة زي ما قلت لكم من قيمة شوية تحضير محلول ملحي معلوم التركيز، بعد كده كمان تحضير محلول سكري معلوم التركيز، التدريب على كيفية استخدام الايدرومترات والريفراكتوميتر في عمليات القياس. طيب دي برضو من ضمن الحاجات اللي هتهتم بيها دي جدا، العلاقة الرياضية بين الايدرومترات المختلفة، ازاي لما انت يكون عندك مثلا محلول سكري وما لقيتش غير بومي ايدروميتر ازاي ممكن تقيس بيه؟ ممكن تقيس بيه عن طريق عملية التحويل، هتاخد التحويلات دي بطريقة كويسة جدا ومهمة. الوحدة الثالثة، الوحدة الثالثة دي هتضم كذا حاجة. طيب الوحدة الثالثة اسمها طرق حفظ الأغذية، اسمها ايه؟ طرق حفظ الأغذية، ودي بيبقى الأساس بتاع الصناعات الغذائية. طيب هناخد من ضمن طرق الحفظ اللي هي أول حاجة أهداف الوحدة، أول حاجة إكساب الطالب مهارة طرق الحفظ المختلفة، تاني حاجة إكساب الطالب مهارة المحافظة على غذائه صالحا لأطول فترة ممكنة، هي دي أهداف الوحدة. طب لما نيجي نقول إيه هي التدريبات العملية المفروض هنعملها؟ تطبيق إحدى عمليات الحفظ المختلفة، الحفظ عن طريق تعديل الحرارة هنتكلم عليها دلوقتي، زي البسترة والتبريد والتجميد. في عندك تقسيم طرق الحفظ، تقسيم طرق الحفظ عندك الحفظ باستخدام الحرارة المنخفضة، خلي بالك ان طرق الحفظ كتيرة جدا، عندنا طرق الحفظ في كذا حاجة انت هتاخدها كطالب صناعات زراعية. اول حاجة الحفظ باستخدام الحرارة المنخفضة، زي ايه؟ زي عملية التبريد والتجميد، وهقولك يعني ايه معنى كلمة تبريد ويعني ايه تجميد، والتبريد ده الفرق بينه وبين تجميد، دي وسيلة حفظ مؤقتة والتجميد وسيلة حفظ مستديمة. هناخد في التجميد أنواع التجميد، التجميد السريع والتجميد البطيء والفرق بينهم إيه، دي استخدام الحرارة المنخفضة في عمليات حفظ الأغذية. هناخد استخدام الحرارة المرتفعة في عمليات حفظ الأغذية، يعني إيه الحرارة المرتفعة؟ إن إحنا هنستخدم يعني إيه كلمة تعقيم أو تعليب، ده يعتبر الحفظ باستخدام حرارة مرتفعة. هناخد يعني ايه كلمة بسترة، بسترة يعني ايه؟ التعليب هناخد التعليب، خطوات عملية التعليب، ازاي ما يكون عندك منتج غذائي ازاي تعمل له عملية تعليب. يعني ايه كلمة تعليب؟ اللي هي معاملة المادة الغذائية الموضوعة في عبوات محكمة الغلق، معاملة حرارية، معاملة حرارية لوقت معين وزمن معين، ثم التبريد الفجائي معامله حراريه، ثم التبريد الفجائي بعد ما بتعامل العلبه المقفوله كويس معامله حراريه على درجه حراره معينه ومده معينه
تبتدي تعمل عملية تبريد فجائي لهذه العبوة. ليه تبريد فجائي؟ علشان لو أي ميكروبات أو بكتيريا محبة لدرجة الحرارة العالية لما تيجي تعمل لها عملية تبريد فجائي دي تقضي على معظم هذه الأحياء الدقيقة. هتاخد إزاي تحكم على كفاءة عملية التعقيم؟ إزاي تعرف الحاجة دي متعقمة كويس ولا لأ؟ ولو حصل إن ما بتيجي أثناء خطوات عملية التعقيم وخلاص حطيت العبوات في التخزين، لو لقيت العبوة حصل فيها تغيير انبعاج، حصل تدهور للعبوة، هتعرف إن هذه العبوة في حصل عدم كفاءة عملية التعقيم، يبقى في خطأ حصل، في حصل خطأ في عملية التعقيم. وهناخد برضو البسترة، البسترة اللي هي استخدام الحرارة المرتفعة في الحفظ. البسترة هي عبارة عن معاملة المادة الغذائية السائلة، يعني عندك زي اللبن معاملة حرارية على درجة حرارة معينة بس ما توصلش لدرجة الغليان. وفي أنواع كتيرة جدا من البسترة، البسترة السريعة، البسترة البطيئة، البسترة الخاطفة. انت هتاخد أنواع البسترة دي وهتاخد درجات الحرارة بتاعتهم وهتعرف ازاي تحكم على جودة عملية البسترة. الكلام ده كله هتاخده في الصناعات الزراعية، مادة جميلة جدا. هتاخد الحفظ عن طريق التحكم في الرطوبة. يعني ايه التحكم في الرطوبة؟ يعني انت دلوقتي هتستخدم التمليح، اضافة الملح، اضافة السكر، عملية التجفيف. اضافة الملح واضافة السكر وعملية التجفيف ده عبارة عن ان انت بتتحكم في رطوبة المادة الغذائية عن طريق التمليح. مثلا ان انت اي مثلا لما تيجي عندك سمك، ما يكون عندك سمك وبتحط عليه ملح تملحه، بيحصل ايه؟ الملح ده بيعمل ايه؟ بيشيل جزء من الرطوبة اللي داخل المادة الغذائية لبره، بيقلل لك نسبة الرطوبة، الخاصية الاسموزية. نفس الحكاية في السكر، ما تحطه على الفاكهة، تيجي بقى عندك شوية فراولة كده وتيجي تحط عليهم سكر، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان تبص تلاقي الفراولة بتخرج العصارة بتاعتها بفعل الخاصية الاسموزية. وبالتالي انت في هذه الحالة بنقول ان ده نوع من انواع الحفظ باستخدام إضافة الملح أو إضافة السكر. طب في عندك الحفظ بالتجفيف. التجفيف اللي احنا فيه كورس كامل، التجفيف ده مستمر معانا. التجفيف يعني عبارة عن إيه؟ التجفيف يعني خفض، خفض وليس إزالة، خفض نسبة الرطوبة في المادة الغذائية للحد الذي لا يمنع، الذي يمنع نمو الميكروبات والأحياء الدقيقة. تاني، ما أقول يعني إيه كلمة تجفيف؟ التجفيف هي طريقة من طرق الحفظ، وتعتبر طريقة من طرق الحفظ المستديمة. بتعمل ايه؟ بتعمل خفض لمحتوى الرطوبة للمادة الغذائية للحد الذي لا يسمح بنمو الأحياء الدقيقة. خلي بالك برضو هتاخد نسبة التجفيف في الخضر قد ايه ونسبة التجفيف في الفاكهة قد ايه. في الخضر بتبقى نسبة التجفيف عالية شوية لأن فيها سكر بيمسك شوية مية، إنما في الخضر بتبقى حوالي من 4 لـ 6. هتاخد برضو أنواع التجفيف اللي هو التجفيف الشمسي والتجفيف الصناعي، وهنعرف برضو إيه هي مميزات التجفيف الشمسي وإيه هي عيوب التجفيف الشمسي وإيه هي مميزات التجفيف الصناعي وعيوب التجفيف الصناعي وإيه هي المجففات اللي بتستخدم في عمليات التجفيف سواء يعني اللي هي الصناعي. وده بيبقى كورس حلو جدا. وإزاي إن أنت تحسب تكاليف عملية التجفيف، تعمل دراسة جدوى كده، مشروع تجفيف صغير كده، وتحسب المواد الداخلة قد إيه والمواد الخارجة قد إيه نتيجة عملية التجفيف. كل دي اسمها طرق حفظ. برضو هتاخده بالطرق الحفظ اللي هو استخدام الحفظ باستخدام المواد الحافظة. المواد الحافظة عندنا أنواع كتيرة جدا من مواد الحافظة. في مواد عندنا حفظ طبيعية وفي مواد حفظ كيميائية. وما بنيجي نستخدم المواد الحفظ الكيميائية هنعرف ايه هي النسبة والحدود المسموح بيها تبع المواصفة القياسية. مش اي مادة مواد حافظة يسمح باستخدامها، لا، ده في انواع مواد حافظة معينة واردة في المواصفة القياسية والنسبة بتاعتها قد ايه ولا تتعدى هذه النسبة. وهتاخد شروط المواد الحافظة. يعني ايه شروط المواد الحافظة؟ تعرف المادة الحافظة دي المفروض اللي تستخدمها ما تسببش تهيج للجهاز الهضمي، ما تتفككش جوه امعائك لمواد تؤدي الى انك تعيا. الماده الحافظه ما تسببش اي تغيير في طعم الماده الغذائيه. الماده الحافظه ما تتفاعلش مع معدن العبوه. الماده الحافظه كل دي لازم تكون سيفتي، لازم يكون في امان، لازم يكون امان في استخدام الماده الحافظه.
والماده الحافظه ما نستخدمهاش عشان نهمل في الشروطات الصحيه والممارسات التصنيعيه. ما اقولش انا خلاص هحط ماده حافظه اهمل في عمليه نظافه الفاكهه والخضر اللي هبتدي اشتغل بيهم، لا، لازم نسبه الماده الحافظه عندك تكون بحدود ويسهل الكشف عنها. ما اجيبش انا ماده حافظه مجهوله الهويه واقول لا ده انا حطيت ماده حافظه واجي اكشف عنها ما اعرفهاش. ده طبعا الكلام ده كله مرفوض، الكلام ده هتاخده بشيء من الاستفاضه وهنعرف ايه هي انواع المواد الحافظه اللي موجوده واللي احنا بنستخدمها في الصناعات الغذائيه. برضو من ضمن الحاجات اللي هناخدها اللي هو الحفظ عن طريق عمليه التدخين. احنا عندنا بناكل معظم الشعب المصري في شم النسيم بياكل الرنجه وفي اللحوم المدخنه. الكلام ده كله اتعمل له عمليه تدخين. يعني ايه اتعمل له عمليه تدخين؟ يعني دلوقتي جابوا نوع من انواع الخشب وابتدى يتعمل عملية الاحتراق للخشب ده، طلع دخان. الدخان ده بنبتدي يعني تعمل عملية تدخين. ساعات الدخان ده بنعمل له عملية تكثيف وبيتحول لسائل تدخين، بندوبه في مية أو في سائل أو في زيت وبتبتدي يتنقع فيه المادة الغذائية اللي عايزة تتايه اللي عايزة تتحفظ يعني، أو الطعم المميز للمادة اللي فيها عملية تدخين. برضو مش أي نوع من الخشب هنستخدمه، هنعرف برضو شروط التدخين الجيد او شروط الدخان الجيد ايه عشان يبقى ندي تدخين حلو وتبقى عمليه التدخين دامه في غرف التدخين بطريقه سليمه. ايه هي شروط الدخان وازاي جودته تبقى عاليه وازاي نحسنها؟ الكلام ده هناخده. ومركبات الدخان دي ايه هي وبتحفظ الماده الغذائيه ازاي؟ بس خلي بالكم ان التدخين مش وسيله حفظ لوحدها، لازم نكملها بوسيله حفظ تانيه. طيب في حاجه كمان، الحفظ بالتخمرات اللي هو التخمر الخليكي واللاكتيكي والكحولي، دي برضو هتاخد عنها نبذة بسيطة لان انت ان شاء الله في الدبلوم هتبتدي تاخدها باستفاضة. الكلام ده كله هو ما يلخص الوحدة الايه الوحدة الثالثة. نيجي نشوفها كده مع بعضنا. عندنا تقسيم طرق الحفظ اللي هو باستخدام الحرارة المنخفضة، عندك في التبريد والتجميد، وفي عندك الحفظ باستخدام الحرارة المرتفعة زي البسترة والتعقيم. في دلوقتي عندك تعديل نسبة الرطوبة زي ما أنا قلت كده، وفي عندك نوع من أنواع الحفظ اللي هي إضافة المواد الحافظة الكيميائية زي بنزوات الصوديوم. تعالى كده نشوف نقول إيه. التحكم في الرطوبة اللي هي طريقة من طرق الحفظ زي إيه؟ زي عملية التجفيف أهي، زي إضافة الملح، زي إضافة السكر اللي أنا قلتها لكم من قيمة شوية. طيب زي نعرف كده يعني إيه كلمة تجفيف؟ كلمة تجفيف هو عبارة عن خفض نسبة الرطوبة في المادة الغذائية للحد الذي لا يسمح بنمو الأحياء الدقيقة ونشاط الإنزيمات. بتصل نسبة الرطوبة في الخضر من 4 ل 6، ودي برقم الأرقام اللي هتحفظوها طبعا، وفي نسبة الفاكهة من 16 ل 24%، وقلنا سببها علشان نسبة السكر بتبقى عالية. طيب عارفين كمان إن احنا هنحفظ بالمادة الحافظة، وقلنا تعريف المادة الحافظة، قلنا إن هي مواد لها فعل مضاد لنشاط الأحياء الدقيقة بالنسب التي تستعمل بها لحفظ الغذاء، وهي المواد التي يؤدي استخدامها إلى تأخير أو منع أو إخفاء التغيرات الغير مرغوبة في الأغذية، والجزء ده هيتاخد باستفاضة إن شاء الله في المنهج. عندنا برضو الرسمة دي برضو لذيذة قوي، اللي هي أنواع المواد الحافظة اللي هناخدها. هناخد المادة الحافظة الطبيعية زي الملح والسكر والخل والأحماض العضوية، وهناخد المادة الحافظة الكيميائية زي أحماض البنزويك وفي البوريك وفي الكبريتوز وفي الفورمالدهايد. برضو زي ما أنا اتكلمت من قيمة شوية، الحفظ بالتدخين هنعرف يعني إيه كلمة تدخين، اللي هو عبارة عن معاملة المادة الغذائية زي اللحمة أو الأسماك بالدخان الناتج عن الاحتراق الغير كامل لأحد أنواع الأخشاب الصلبة أو نشارة الخشب. طيب الوحدة الرابعة بقى، الوحدة الرابعة دي هناخد فيها إيه؟ اسمها إيه؟ اسمها صناعة العصير، صناعة العصير. طب ما تيجي نشوف كده أهداف الوحدة إيه؟ أهداف الوحدة أول حاجة إكساب الطالب مهارة الحصول على العصائر الطبيعية. تاني حاجة أهمية الاعتماد على العصائر الطبيعية. وفي عندك مهارة معرفة المحتوى الغذائي للعصائر الطبيعية، كل دي مهارات أو تدريبات عملية. طيب التدريبات العملية اللي هتاخدها إيه؟ صناعة عصير طازج من البرتقال والجوافة والمانجو والجزر. زي ما انتوا شايفين كده الصورة دي، الطلبة في المدرسة اهو بيعملوا تدريب عملي عشان يعملوا عصير البرتقال.
كيفية إجراء اختبارات أيدرومترية لقياس تركيز المواد الصلبة في العصير، تسجيل النتائج العملية وحساب التكاليف. برضو أنا عايزة أتطرق لهذا الجزء من الوحدة اللي هي وحدة العصير. الطالب هيعرف يعني إيه كلمة عصير، يعني إيه العصير اللي هي عبارة عن إيه، الخلاصة الطبيعية لثمار الفاكهة أو الخضر، وبيكون صفات العصير الجيد إيه. المفروض صفات العصير الجيد بيكون ايه؟ بتكون خلي العصير خالي من الشوائب، خالي من البذور، يكون لونه كويس. برضو هنعرف الطالب لما نيجي نعرف نقول ايه هي المعايير اللي بيتم استخدامها علشان اختيار الثمار اللي هيتعمل منها العصير. مش هياخد اي ثمرة، مش هياخد ثمار غير مكتملة النضج علشان خاطر يعملها عصير، هيديله طعم عصير حامضي ومش حلو. برضو الطالب هيعرف مواصفات الثمرة، ايه هي الثمرة، تكون ايه جيدة اللون والطعم والرائحة، بتكون كاملة النضج، ما فيهاش اي اصابات، فيها عفن او فيها اي جروح، نقول مثلا دي ثمار خلاص اتهرت يلا نعملها عصير، لا طبعا. هنعرف برضو الطالب هيعرف ايه هي الخطوات الاساسية في صناعة العصير، وايه هي مراحل مثلا عملية الفرز، ازاي بيتم عملية الفرز، ازاي بيتم عملية الغسيل الثمار، وكل نوع من أنواع الثمار ليها طريقة في الغسيل. ثمار الفراولة غير لما نيجي نغسل ثمار التفاح، الكلام ده كله هنعرف طرق الغسيل بتاعتها ازاي. برضو هنستخدم أو الطالب هيعرف أنواع العصارات المختلفة لإنتاج العصير. في عندك أنواع كم هائل جدا من العصارات، كل واحد بما يتناسب مع نوع الثمار اللي هيعمل بيها. مثلا عندك العصارات المخروطيه اليدويه، وعندك العصارات المخروطيه الكهربائيه، كل دي بستخدمها في عصر مثلا البرتقال. في عندك العصارات الاسطوانيه في عصر قصب السكر، في العصارات المروحيه، في العصارات ذات ذراع ضاغط. كل الكلام ده هيبتدي الطالب يشوف شكل هذه العصارات، حتى لو كانت مش متوفرة في المعمل، فإن احنا برضو عن طريق الباور بوينت والكلام ده بيشوف شكلها، وعن طريق الزيارات الميدانية لمصانع العصائر بنبتدي برضو يتعرف على هذه أنواع العصارات وأحسنهم إيه. برضو يكتب إزاي هو بيعمل عملية العصر، وإزاي هو يبتدي يشوف بعينيه خطوات عملية تصفية وإزالة البذور، وازاي بيعمل اثناء عمليه التعبئه عمليه الخلخله بتاعت الهواء، وفايده الخلخله، ولما يجي يعمل خلخله الهواء يعملها بايه، تعبئه العصير ووضع العبوات والبسترة والكلام ده كله، بيبتدي يعرف الخطوات الاساسيه لصناعه العصير الطبيعي. ولازم الطالب بعد كده بعرفه ان في فرق لما اقول له عصير وشراب طبيعي، في فرق لما اقول له عصير وشراب طبيعي. شراب طبيعي ما اقولك شراب المانجا الطبيعي غير عصير المانجا الطبيعي. عصير المانجا العصاره الطبيعيه للثمار بتاعت الفاكهه، شراب هتحط عصاره طبيعيه بس هتحط معاها سكر، هتحط معاها الوان، هتحط معاها اضافات تانية، عشان كده بنقول عليه الشراب الطبيعي. برضو الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها برضو، ان احنا لما بنيجي نعمل الخطوات الاساسيه وبنعملها صح، بنحصل على عصير ذات جوده عاليه. هنعرف برضو ايه هي مواصفات العصير الجيد، العصير اقول على العصير ده جيد ازاي، او اقيم الجوده بتاعته ازاي، عن طريق اللون والطعم والرائحه، وعن طريق النظر للعصير. انا شفت العصير متجانس، ريحته كويسه، لونه كويس ما اتغيرش، في هذه الحاله اقول ان هذا العصير جيد. برضو نفس الحكايه، ببتدي اشوف عيوب العصير، اجيب له عيب من عيوب العصير. لو انا قلت لك مثلا دلوقتي العصير عندنا عصير زي عصير مثلا الجوافه او عصير الرمان، هتبص تلاقي بعد ما عملت العصير انفصل لطبقتين، طبقه تقيله وطبقه خفيفه، في هذا يعتبر عيب من عيوب صناعه العصير. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان حصل حاجه اسمها ترويق انزيمي، يبقى انا في حاجه ما عملتهاش عشان كده حصلت هذه الظاهره. هي سبب هذه الظاهره الانزيمات، لابد ان انا عامل معامله حراريه علشان خاطر ان انا لا اسمح بهذه الظاهره. عملية الترويق الإنزيمي ده هناخده بالتفصيل برضو في الصف الأول. هنقول يعني إيه ترويق إنزيمي للعصاير، انفصال العصير لطبقتين، وسببها الأسباب بتاعتها إيه، وكيفية علاجها والتخلص من هذه الظاهرة. كل ده هناخده في صناعة العصير. برضو لما يحصل إن العصير يبقى طعمه حامضي، يبقى معنى كده إيه؟ معنى إن أنا استخدمت ثمار غير كاملة النضج.
طيب معنى تاني هتبص تلاقي عصير لونه وحش، استخدمت ثمار جودتها مش حلوة، حدوث عفن العصير. معنى كده ان انا يا اما ما عملتش وسيلة حفظ مناسبة، يا اما انا استخدمت اجهزة وادوات مش نظيفة. كل ده هتبتدي تعرفه من خلال ان انت بتشوف العصير اللي قصادك. لو لقيت عصير به شوائب يبقى انا كده ما عملتش او عدم الاعتناء بعمليات التصفية، وبالتالي انت في هذه الحالة تبتدي لما يبقى الطالب بيعمل حاجة بايده وبيشوف العيوب اللي وقع فيها، ودي بتيجي ساعات اسئلة علل بنجيبها في الامتحانات. برضو احنا ممكن من ضمن الحاجات اللي الطالب المفروض يعرفها ازاي يقيس تركيز العصير، سيان كان بالايدرومترات اللي احنا خدناها في الاول، مش احنا قلنا في انواع ايدرومترات بالينج وبوميه وبيركس والكلام ده، ازاي يستخدم الايدرومتر في قياس تركيز العصير، او ازاي يستخدم الرفراكتوميتر في قياس تركيز العصائر. الكلام ده هيعمله رؤيه العين بايديه. كل ده المفروض الطالب بتاع الصناعات الزراعيه بالصف الاول هيبتدي يعرفه في الوحده الرابعه. برضه بيكون بيعرف يسجل النتائج ويسجل، يعني مثلا دلوقتي هيعرف قد كم كيلو ثمار دخلت، انتجت عصير قد ايه، نسبه التصافي قد ايه، ويبتدي يعملوا على هيئه مشروع او دراسه جدول لمشروع انتاجي بحيث يعرف صافي الربح ممكن يبقى عنده ايه. بندرب الطالب ان هو في اي عمليه تصنيعيه يبتدي يعرف او يعمل دراسه جدوى لهذه الصناعه البسيطه الجميله اللي هي ممكن تكون حاجه بسيطه بس بتبقى مربحه جدا. برضو هنيجي للوحده الخامسه. الوحده الخامسه دي فيها بقى ايه؟ اول حاجه فيها صناعه المخللات، ودي من الصناعات الممتازه جدا واللي هي بيتم شرحها باستفاضه حلوه جدا، ودي معظم الطلبه بيعمل عليها مشاريع. ايه اهداف الوحده دي؟ اهداف الوحده اكساب الطالب مهاره اهميه المخللات كفاتحه للشهيه، اكساب الطالب مهاره اليه انشاء معمل تخليل كمشروع اقتصادي، التدريبات العمليه، التدريب العملي على صناعه بعض انواع المخللات، واستخدام اجهزه الايدرومترات في قياس تركيز المحلول الملحي وتسجيل النتائج. برضو انا عايز اتكلم شوية عن موضوع التخليل ده، لان ده موضوع مهم جدا عندنا، صناعة العصير وصناعة التخليل في الصف الاول صناعات ممتازة، ودي صناعة بتهم فن التصنيع الغذائي. فن التصنيع الغذائي لازم يعرف يحضر المحاليل الملحية بطريقة صحيحة علشان يجري عملية التخليل بطريقة صحيحة. طيب التخليل عبارة عن ايه؟ هي عبارة طريقة من طرق الحفظ، ان انت بترفع مستوى الملح وتحط الخل عشان خاطر توصل لمنتج يفي بمواصفات الجودة. طيب عندنا التخليل ده عشان يتم بيتم عن طريق حاجة اسمها التخمر اللاكتيكي. يعني ايه؟ في نوع من انواع التخمرات اسمها التخمر اللاكتيكي، بيقوم بيها بكتيريا حمض اللاكتيك، والبكتيريا دي هتكون موجودة فين؟ هيبقى عندك مية مخلل قديمة فيها البكتيريا دي. البكتيريا دي لو اتحطت على المخلل أو عملية التخليل بتخلي الزيتون، بتخلي الجزر، بتخلي الخيار، هذه البكتيريا بتقوم بتحويل المواد السكرية اللي موجودة في المخللات إلى حامض لاكتيك. حامض اللاكتيك ده اللي بيساعد على إن الثمرة تبتدي تستوي وبتدي النكهة المميزة للمخلل. عشان نعمل تركيز أو نعمل تخليل صح هنديك ايه هي الشروط المهمة او اللازمة التي تساعد على عملية التخليل. اول مثلا شرط من الشروط ده تركيز الملح. المفروض اما اجي اخلل ابتدي بتركيز ملح حوالي 8%، ما ابتديش تخليل بتركيز عالي. لو انت ابتديت التخليل بتركيز عالي تبص تلاقي الثمرة عندك تكرمش، تبص تلاقي الثمرة الزيتون كرمش منك، معنى كده ان انت عملت او ابتديت تركيز عالي بتركيز عالي بالمحاليل الملحية. علشان كده لابد ان انت تاخد الايدروميتر تعمل المحلول بتاعك، تعرف الاوزان بتاعتك مظبوطة ازاي، وتحط وتبتدي تقيس بالايدروميتر البومي اللي هيوضح لك بالظبط نسبة التركيز المحلول الملح قد ايه. 8% ابتدي عملية التخليل. هل انا هسيبه 8% على طول؟ لا، ده انا كل فترة او كل اسبوع اسبوعين هرفع التركيز شوية بشوية، 3 اسابيع شوية تقيس بالايدروميتر لحد ما يوصل ل 16% او 15%، ده اسمه التركيز الحافظ، التركيز بتاع اللي مش هيخلي لك المخلل عندك يبوظ خالص.
هتاخد ايه هي او اللي هي العوامل التي تساعد على عمليه التخمر اللاكتيك، يعني سرعه عمليه الايه التخليل. رقم اتنين برضو لابد ان انت تخلي بالك ان في عمليه التخليل ان انت بتضيف نسبه من سكر الجلوكوز. ايه سكر الجلوكوز ده؟ حط فيه انه نسبه حوالي 1%. ليه؟ السكر ده وسيله لنشاط البكتيريا، بكتيريا حامض اللاكتيك تبتدي تستهلك جلوكوز وتديك حامض اللاكتيك. كل ما كان عندك حامض اللاكتيك كويس كل ما كان التخليل عندك بقى ممتاز. ممكن برضو بتضيف بادئ. يعني ايه بضيف بادئ؟ بتضيف بادئ يعني بتضيف ميه مخلل القديمه، ميه مخلل القديمه على الجديد فيها بكتيريا حمض اللاكتيك اللي هي هتساعد معاك في اجراء عمليه التخليل بطريقه ممتازه جدا. برضو بتضيف كلوريت كالسيوم. يعني ايه كلوريد كالسيوم؟ اللي هي الشابه. طب ايه الشابه دي او كلوريد الكالسيوم دي بتعمل ايه؟ في بعض انواع المخللات زي ايه؟ زي الخيار. الخيار ده لما بتيجي تخلله تبص تلاقي الخيار بيتهري منك. طب علشان تمنع عمليه الهري ده تبص تلاقي تحط نسبه من كلوريد الكالسيوم اللي هي بتسمح ان انت بتعمل صلابه للانسجه وبالتالي ما يحصلكش هري للمخللات. برضو لازم تعرف ان في عملية التخليل اللي انت بتظبط درجة الحرارة عند 25 ل 30 درجة مئوي عشان التخليل عندك يبقى سريع وسهل. برضو لازم تبقى حريص ان في عملية التخليل بتكون الظروف غير هوائية. ازاي اخلي الظروف غير هوائية؟ ان انا اقطع طبقة زيت على سطح المخلل وبالتالي انت بتخلي الظروف غير هوائية وبالتالي ما يطلع لكش طبقة الريم البيضة اللي بتظهر على السطح. كل دي انت هتاخدها. هتاخد شروط الملح المستخدم في عملية التخليل. ايه يعني ايه؟ لازم الملح اللي بيستخدمه بيكون خالي من الشوائب، ما يحتويش على عنصر الحديد، عشان لو انت حطيت ملح فيه عنصر حديد هتبص تلاقي المخلل عندك فيه بقع سودة. لازم ما يحتويش على الكالسيوم. ليه؟ هيعمل لك بقع جيرية بيضة والمركب ده ممكن يعادل حامض اللاكتيك ويبوظ لك التخليل خالص. برضو ما يكونش الملح اليودي، ما نقولش ملح فيه يود هخلل بيه، هيديك لون ازرق على طول مع المواد النشويه. اي ماده نشويه عايز تخللها تبص تلاقي يد لك بقع زرقاء. برضو تكون الملح خالي من المغنيسيوم. ليه؟ لان المغنيسيوم ده لو الملح فيه هتبص تلاقي المخلل اللي عندك ابتدى يدي الطعم القابض، طعم قابض مش حلو. يبقى انت في شروط للملح هتاخدها بالظبط ايه هي، وتعرف انواع الملح المختلفه. يعني ايه ملح مائدة؟ يعني ايه ملح رشيد؟ يعني ايه ملح صخري؟ الكلام ده كله هتاخده وعشان تبقى عارف وانت بتخلل هتخلل ازاي وتعمل مشروع كويس. برضو من ضمن الحاجات شروط المية اللي بستخدمها في عملية التخليل. فيها عندك مية لازم ما تكونش قلوية. تعرف لو مية كانت قلوية هتبص تلاقي المخلل اللي عندك هيتهري كله. برضو المية ما يكونش فيها كلور. طب الكلور هيعمل ايه؟ بالكلور حاجة بسيطة جداً. الكلور بمجرد ما يشوف بكتيريا حمض اللاكتيك هتموت، البكتيريا هتموت وبالتالي عمليه التخليل هتبقى مش كويسه، هتبقى ضعيفه جدا وهتبقى مش جيده 100%. برضو لازم الميه تكون شفافه وراقيه ملهاش ريحه، تكون خاليه من المواد العضويه. ليه المواد العضويه؟ عشان ما تسببلكش اي رائحه غير مرغوب فيها. كل الكلام ده هيتم دراسته بطريقه من التفصيل في المحتوى بتاع صناعات الزعيم خصوصا في جزء التخليل ده. هتاخد لما بتيجي تعمل التخليل ايه هي خطوات عمليه التخليل، ومن بدايه من اختيار الصنف لحد اخر خطوه اللي هي عمليه التعبئه واعداد محلول التخليل. هناخد عمليه التخليل تمليح نوعين في التخليل، التمليح الجاف والتمليح الرطب. ازاي انت ممكن تخلي الليمون تمليح جاف، تحط طبقات ليمون مع طبقات الملح الخشن المعصفر اللي فيه عصفر، وازاي انت تحكم الغلق جيدا على البرميل، وازاي بعد فتره تبص الملح ده يعمل ايه؟ يبص يسحب العصاره بتاعه الليمون وبالتالي يتم عمليه التخليل زي ما بيقول لك سائل منه فيه، وبتبقى جودته عاليه جدا جدا، ما بيبقاش فيه انواع فساد فيها. لكن يعاب على هذا النوع ان ساعات الثمار بيحصل لها كرمشه. في نوع تاني اسمه التخليل الراتب. التخليل الراتب لا، ده انت بتعمل ميه بملح او محلول ملحي بتركيز منخفض الاول وتبتدي تحط فيه الثمار بتاعتك وكل فتره بتعلي التركيز. طبعا ده مش هيصاب بنوع من الانكماش، ولكن لو ما اتعملش بطريقه صحيحه هتبص تلاقي المخلل ممكن يتلوث منك. الكلام ده هتاخده بالتفصيل. وبرضه هتبقى عارف
ان بعد عملية التخليل اما بيتخلل في البراميل، ازاي انت بتعد محلول التخليل اللي هتبتدي تعبيه في العبوات عشان يظهر بمظهر جذاب للمستهلك، وازاي ان انت بتاخد الثمار دي اللي هي اتخللت تبتدي تعمل لها عملية تجهيز وتعبئة في العبوات عندك علشان خاطر تبتدي يتحط عليها البطاقة بتاعت المنتج ويبتدي يتعرض بطريقة صحيحة. الجزء ده برضو هنعرف برضو التغيرات اللي بتحصل للمخلل أثناء عملية التخليل، إيه هي اللي بيحصل؟ إيه الثمار لونها بيفتح إزاي؟ الخيار لونه بيفتح ليه؟ الثمار ليه بتطرى؟ إيه اللي بيحصل؟ الجدر البكتينية اللي موجودة بتحصل لها إيه؟ بفعل إيه؟ الكلام ده برضو هيتاخد في جزء كامل في التخليل. التخليل برضو صناعة كبيرة، وبرضو لازم تبقى عارف شروط المخلل الجيد وفساد المخللات. عندك أنواع كتيرة من فساد المخللات، في عندك هري المخللات، في نمو فطر ابيض اللي هو الريم الابيض المايكوديرما على المخللات، في انكماش المخللات، الكلام ده كله هناخد كل عيب من العيوب بحيث ان انت تعرف كفني تصنيع غذائي. لو فتحت برميل من برميل التخليل وعرفت شكل عيب عيب الفساد ده نوعه ايه، هتعرف على طول من خلال دراستك معانا حصل ايه او العيب اللي وقعت فيه ايه عشان هذا. طبعا الكلام ده احنا بنعمله للطلبه، حتى الطلبه بتبتدي تعمل معانا مخللات عينات صغيره كده بيبتدوا هم يخللوها من نفسهم، وساعات في طلبه التخليل بتاعهم بيبوظ وناس تانية التخليل بتاعهم بيبقى ممتاز وبيبقوا مبسوطين جدا، وفي ناس عملت مشاريع حلوه جدا ومربحه في التخليل. برضو بنعلم الطالب ازاي بيقيس التركيز المحاليل الملحيه كل فتره وتانية، بياخد عينه محلول ملحي من جوه المخلل وطريقه قياسه بالايدروميتر الطريقة السليمة للقياس. الكلام ده كله هناخده مع الطلبة. طبعا احنا في المعمل تملي في محاصيل بتبقى موسمية، زي مثلا عندنا الليمون، الطلبة بيبقوا معانا وبنبتدي كأنها بتبقى مع عملية تصنيع جميلة جدا. الطلبة بيبتدوا هم بإيديهم يصنعوا المخللات وتتحط في البراميل، وده بتبقى تبع المدرسة تبع المشروع بتاع المدرسة، وده بتبقى حاجات جميلة. بنخلل الزيتون وبنخلل الليمون، وساعات بنعمل مخللات مشكلة بس دي ما بتبقاش كتير قوي عشان يعني بتتهري بسرعة. فانت كل ما تكون عندك البداية والأساس صح بعملية التخليل هتبص تلاقي التخليل عندك ممتاز. تعالي نشوف كده، في برضو من ضمن الحاجات اللي احنا المفروض نعرفها اللي هي عندنا الوحدة الستة اللي هي الوحدة الأخيرة. خلي بالك الصناعات الزراعية 6 وحدات، 3 وحدات في الوحدة الأولى و3 وحدات في الوحدة الثانية في الترم الثاني. طب الوحدة الستة دي فيها كذا حاجة، أول حاجة اللي هي فساد الأغذية. طيب أهداف الوحدة بتاعت فساد الأغذية إيه؟ أول حاجة إكساب الطالب كيفية حدوث الفساد للغذاء، وإكساب الطالب مهارة المحافظة على الأطعمة، وإكساب الطالب مهارة معرفة مظاهر الفساد بالعين المجردة مباشرة. طيب تدريبات العملية اللي الطالب بيقوم فيها، نعرف يعني إيه مسببات الفساد بعض الأغذية والتعرف عليها، مشروع تصنيع مادة غذائية، تدريب على نموذج صناعات غذائية. طيب انا برضو عايز اتكلم في الموضوع بتاع الفساد ده. احنا اول حاجة هنعرفها في الصناعات الغذائية او في الصناعات اللي هي يعني ايه كلمة فساد. الفساد ايه هي؟ يعني ايه فساد؟ اي تغيير غير مرغوب فيه. طيب عايزين نعرف كمان ايه هي مسببات الفساد. ممكن تكون مسببات الفساد عن طريق احياء دقيقة، ممكن تكون عن طريق انزيمات، ممكن تكون عن طريق تفاعلات كيميائية، كل دي اسمها مسببات او انواع الفساد. طيب في بعض انواع الفساد بيبقى فساد طبيعي عادي خالص، زي مثلا بنكون عمليه انكماش ماده غذائيه، زي مثلا انحناء الخيار، ده نوع اسمه فساد طبيعي او فساد فيزيائي. في عندك نوع من انواع الفساد الكيميائي بقى، فساد الكيميائي تبص تلاقي مثلا في تفاعلات لون بني يحصل لبعض انواع الماده الغذائيه، اكسده الزيوت والدهون وظهور رائحه غير مرغوب بيها، يعتبر ده فساد كيميائي. ساعات نقول كده ان الزيت مزنخ. في عندك نوع تاني من انواع الفساد اللي هو الفساد الكيميائي، زي عندك مثلا انتفاخ الحيوي، في عندك زي مثلا عفن الخبز، تبص تلاقي الخبز عليه عفن، ده يعتبر غذاء بتاع بالبكتيريا او بالفطريات.
في عندك بعض انواع الفساد بالاحياء الدقيقه، كل الكلام ده هناخده بالتفصيل، وهنعرف ايه هي مسببات الفساد وازاي نتغلب عن الفساد، وهنعرف برضو ايه يعني ايه كلمه تسمم غذائي وايه الفرق بينه وبين الفساد. الكلام ده هيتطور ازاي، هنقسم الاغذيه تبعا للفساد بتاعها، ايه هي في اغذيه بتبقى سريعه الفساد، في اغذيه متوسطه، في اغذيه بتبقى قليله الفساد، وايه السبب في انها بتقعد فتره طويله من غير ما تصاب بالفساد. طبعا هي دي معظم الوحدات اللي احنا هناخدها في الصناعات الزراعيه بتاعت الصف الاول. ماده شيقه جدا، ماده ثريه بالجانب المعرفي الجيد، قاعده اساسيه جميلة أو بنية تحتية ممتازة لطالب الصناعات الغذائية، وبالتالي هتبص تلاقي عنده كم مهاري يقدر فيه يواكب سوق العمل. بمجرد أن الطالب بياخد هذا الجزء بيبتدي يتخصص للصف الثاني، وإحنا سبق واتكلمنا عن منهج الصف الثاني اللي هياخده طالما بقى إيه تخصص صناعات غذائية، يبقى هياخد المنهج بتاع الصف الثاني. هو في الصف الأول بياخد الصناعات الزراعية فقط للصف الأول، إنما الصف الثاني هتبص تلاقي هياخد 4 فروع من مواد التصنيع الغذائي، في الصف الثالث هياخد 3 مواد فيه. وبالتالي الطالب في هذه الحالة بيكون ما شاء الله يكون خد كم معلومات كويس وخد كم تدريب مهاري كويس، وإحنا في المعمل معاه ما بنسيبهوش، وهو أثناء ممارسة العمل نبتدي نحسه على أنه يعمل يعني يبتدي يشتغل في جو مجموعة، يعني الجو الجماعي ده كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بنعرف أخطاء بعض ونوجه بعض عشان في الآخر نطلع منتج ممتاز يفي بمواصفات الجودة. هو ده الصناعات الغذائية اللي أنا بقول لكم عليه. أتمنى من جميع الطلبة يكونوا اتعلموا أو خدوا فكرة كويسة عن مادة الصناعات الزراعية، ويعني إيه صناعات زراعية وتقسيماتها. ده كان عبارة عن نبذة بسيطة جدا عن هذا المنهج. أتمنى من الطلبة والطالبات يكونوا استفادوا من هذه الحلقة، ويكونوا استفادوا من المحتوى وعرفوا الأهداف بتاعت المحتوى، وأصبح دلوقتي مفيش أي نوع مفيش حاجة مبهمة بالنسبة له، وعارف إن شاء الله المنهج هيبقى إيه بالظبط. على أمل أن أنا ألقاكم إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.